أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 243 شخصاً يعملون في سلك الجيش التركي، ويتهمون باستخدام تطبيق للمراسلات السرية على الأجهزة الذكية يدعى بايلوك وتستخدمه جماعة فتح الله جولن، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء. إذ يشتبه القضاء التركي بارتباط ما صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال الأخيرة بالداعية فتح الله جولن الذي يعيش في منفاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتهمه سلطات أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. أكثر من 40,000 شخص اعتقل في تركيا وأقيل أو علقت مهام نحو 120,000 موظف يعملون في قطاعات مختلفة ومتهمين بالارتباط بجولن وبالضلوع في محاولة الانقلاب التي وقعت منتصف تموز يوليو الماضي.